ولقد كانت هذه البلاد إلى عهد ليس بالبعيد إذا سلم الإمام سمعت للمسجد رجة بالتكبير والتسبيح والتهليل والذكر عقب الصلاة، حتى إن الإنسان ليعرف قبل أن يدخل المسجد إذا جاء على الباب أن الصلاة انتهت. والآن كادت أن تتلاشى هذه السنة، ولا تجد إلا قلة قليلة، وربما تجد في المسجد واحد أو اثنين، وبعض المساجد لا تجد فيها أحدا. إذا سلم الإمام صمت مطبق، وأكثر من ذلك ربما أنكر على من رفع صوته بالذكر بعد السلام. ولقد حصل هذا مرة من المرات، إذ صلينا جميعا وليس في المسجد تلك الليلة من فضل الله متأخر، كلهم سلموا مع الإمام، ولما بدأ بعض الحاضرين العارفين بهذه السنة يرفع صوته قام من ينكر عليه ويقول محتجا على ذلك بأن هذا تشويش على المصلين. فقلت له والتفت إليه ما في ولا واحد يتم، وهذه هي السنة. فقال الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قلت له الحمد لله، ومن التضرع الإظهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قلت له هذاك في القراءة، أما الآن أنت مطلوب بأن تجهر معه بالذكر. فأبى، فزاد أخونا في الله في صوته ورفع صوته أكثر من الأول. فقلت له أحسنت جزاك الله خيراً،